I also thank Larry and Carmine and Denise for this work that they did today. I just want very quickly. Let's thank them. عايز أسأل سؤال ليه المسيح اتولد؟ Why Jesus was born? أو ليه كان لازم يتولد؟ Why did he have to be born? إحنا تقريبا السنة اللي فاتت برضه سألنا السؤال زي كده وابتدينا خدنا فيه خدمة last year أو اتأملنا فيه. أنا مش هوعظ كتير، هي 10 دقايق ربع ساعة كتير، هما ثلاث رسائل أو ثلاث إجابات السماء هي اللي جاوبت عليهم. يعني احنا لما نقول ليه المسيح اتولد او بس خلينا نسال السؤال بطريقه ثانيه ليه احنا بنحتفل بالكريسماس؟ هل عشان كل سنه في التوقيت ده بيجي احتفال اسمه الكريسماس؟ This time we have this holiday that's called Christmas, and we wear nice clothes, and we have a tree, and we give children, we listen to special songs. هو الحقيقه هو دي مظاهر الاحتفال، دي حاجه ده شكل الاحتفال، لكن معنى الاحتفال او معنى ليه المسيح اتولد او ليه احنا بنحتفل بالكريسماس، الاجابه في عندي ثلاث اجابات من كلمه ربنا بسرعه شديده، هما ثلاث احلام او ثلاث رؤى مرتبطين بقصه ميلاد المسيح، يعني قصه الميلاد اللي بنسمعها كلنا وقريناها في الكتاب المقدس فيها ثلاث رؤى، ثلاث مرات يجي الملاك يبشر او يظهر لناس في قصه الميلاد. اول وكل مرة منهم هناخد وكل رؤية من دول أو كل مرة الملاك جه قال لنا ليه المسيح كان لازم يجي، ليه المسيح اتولد. لما في إنجيل متى وأصحاح واحد هنقرا معاكم العدد 20 لغاية العدد 23، يعني 20 21 22 23 هنقرا ثلاث أربعة أعداد دول. لكن كلمة ربنا بتقول ولكن فيما هو متفكر ده يوسف في هذه الأمور إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حمل به فيها هو من الروح القدس. عدد 21 فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. عدد 22 وهذه كله كان لكي يتم قيل من الرب بالنبي القائل. على 23 هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل اي الذي تفسيره الله معنا. فاول اجابه او اول معنى نقدر نشوفه من كلمه ربنا هنا ليه المسيح اتولد؟ ليه العذراء تحبل وتلد ابن؟ الملاك بمنتهى الوضوح قال ليوسف لأنه يخلص شعبه من خطاياه. يبقى أول حاجة المسيح كان لازم يجي على الأرض علشانها ويتولد في صورة طفل وفي ياخد جسد الإنسان وياخد صورة الإنسان زيه وزيك، وده كان لازم يحصل ليه؟ عشان يخلص شعبه من خطاياه. يلي عايش لسه في الخطيه، يلي لسه ما قبلتش الرب يسوع المسيح مخلص في حياتك، انت مش مخلص، مش مفدي. لو مش بتقبل المسيح كمخلص في حياتك تبقى انت في سكه
بعيدة. يبقى أنت احتفالك بالكريسماس هو الحاجات الشكلية اللي احنا اتكلمنا عنها. لو كان احتفالك بالكريسماس مجرد بس لبس وعيدية وشجرة كريسماس وبابا نويل وأي حاجة من الحاجات دي وفاقد وما عندكش قبول للمسيح كمخلص، يبقى الكريسماس عندك بس بتاع العالم اللي هو الاحتفال بتاع الدنيا ده. لكن السماء قالت لنا ليه نحتفل؟ ليه جايين النهاردة نلبس جديد وندي ولادنا عادية ونحط شجرة الكريسماس بس نبقى فاهمين علشان اللي اتولد النهاردة جه خلصني، جه خلصني من خطيئتي. أنا كنت خاطئ، كان محكوم عليا بالموت وما كانش فيه حاجة تنفع تخلصني من خطيئتي غير ان المسيح يجي ويتولد ويتصلب على عود الصليب ويموت. انا عدتكم انه مش هطول لان هما ثلاث رسائل. باول رساله هي ليخلص شعبه من خطاياه. برضو في ضمنيا كده جوه نفس الاعداد اللي قريناها العدد 24 بيقولوا نبوة النبي عن المسيح وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله. معنى دي جت في سفر أشعياء، وأشعياء تنبأ عن مجيء المسيح كطفل من خلال عذراء تقريبا حوالي 740 سنة قبل الميلاد، يعني قبل ما يجي المسيح ب 740 سنة أو أكثر من حوالي 700 سنة. لأنه ده بيورينا إنه الله في خطته حتى من قبل ما المسيح يتولد إنه المسيح يجي من عذراء وتحبل بيه من خلال الروح القدس. كمان حقيقة تانية نشوفها في الآيات دي إن يقول له لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، هو مش من إنسان، هو مش من إنسان. خلينا نروح للبشارة التانية أو الحلم التاني أو الرسالة التانية أو الإجابة التانية للمسيح كان لازم يتولد. من خلال البشارة أو الرؤية اللي ظهرت أو الملاك اللي ظهر لمريم في عدد في لوقا 1 وعدد 30، هنقرأ برضو 30 31 32 33. هنقرأ أربع أعداد من لوقا 1 وأعداد 31 لأعداد 3 من أعداد 30 لأعداد 1 ل 33. عدد 30 بيقول فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله. عدد 31 وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. 32 هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. عدد 33 ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. يبقى تاني إجابة ليه علشان يملك على قلبي وقلبك، علشان لما تقبل المسيح مخلص في حياتك وتعرف المعنى الحقيقي بتاع أن المسيح جاء على الصليب، جه للأرض وخد خطيئتي على الصليب علشان يخلصني ويخلصك من خطيئته. ومش بس كده، ده ملكه على حياتنا وعلى قلوبنا هيكون ملك أبدي. يعني لما تتمتع بقبول المسيح مخلص لحياتك هيملك على قلبك إلى الأبد، هيملك على شعبه إلى الأبد إلى ما لا نهاية. هنعيش معاه في حياة أبدية، ودي
الرسالة الثانية اللي هنا كلمة ربنا بتقول لنا أنه هيملك على بيت يعقوب وبيت يعقوب هنا أشار للمؤمنين والمختارين من الله والقبل المسيح مخلص في حياتهم ولا يكون لملكه نهاية. ده إعلان من السماء أن اليوم اللي هتدي فيه المسيح قلبك وتسلم له حياتك هو هيملك على قلبك إلى الأبد. هيكون لك حياة أبدية حتى بعد الموت. حتى بعد الموت هتعيش في حياة أبدية مع المسيح. دي تاني رسالة أو تاني إجابة السماء بتقول لنا ليه احنا جايين نحتفل بالطفل يسوع المولود في نفس اليوم ده. تالت رسالة وهي برضو رؤية أو برضو حلم شافوه الرعاة موجودة في إنجيل لوقا أو أصحاح التالي بيتكلم في عدد 11 لعدد 14 بيقول في عدد 11 إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. كلمة ربنا بتأكد لنا مرة تانية إن المسيح جه مش كطفل عادي مش كإنسان عادي مش حد عادي جه في التاريخ لكن هو مخلص شعبه. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزود 13 وظهر بختة من الملاك وظهر بختة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في العالم وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. المسيح لما جه عشان يخلص عشان يملك على قلبك علشان يديلك سلام وفرح. السلام والفرح اللي بيجي لما تقبل المسيح ما يقدرش أي حد تاني يقبله. سلام يفوق كل عقل. سلام ليس كما يعطي العالم. المسيح قال سلام أترك لكم سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم. سلام مختلف. سلام مختلف. عمرك ما هتحس لا بالسلام ولا بالفرح في قلبك طول ما انت ما قابلتش المسيح مخلص. طول ما المسيح ما ملكش على قلبك. لو قبلت المسيح مخلص المسيح ملك على قلبك هيديك حياة أبدية هتقدر تستمتع بالفرح والسلام. هتعرف معنى انه على الأرض السلام وبالناس المسرة. فرح الرب هو قوتكم. مش تقدر تستمد قوة إلا لما نكون المسيح دخل جوه قلبك وملك على قلبك وخد حياة أبدية. لو أنت لسه ما قبلتش المسيح مخلص على حياتك ومش عارف تحتفل بالكريسماس احتفال حقيقي المعنى الحقيقي بتاع الكريسماس وبتحتفل بيه بس مع العالم ويعدي الوقت ويعدي السيزون ويعدي الاحتفال وانت مش شاعر باي حاجه هو حاجه عدت وخلاص كنا بنحتفل بالكريسماس جبنا هدايا وبتها. لو انت مش عارف تحتفل بده هو ده الوقت. هو ده الوقت اللي تدي حياتك فيه للمسيح. هو ده الوقت اللي تفتح قلبك عشان المسيح يدخل جوه قلبك عشان يخلصك ليس بأحد غيره الخلاص. مفيش غيره طريق يخلصك من خطيتك مفيش غير المسيح. لو ده ما حصلش في حياتك هو ده الوقت تدي في حياتك للمسيح. خليه يملك على قلبك علشان تنول حياة أبدية. خلونا نغمض عينينا. وحتى لو انت قبلت المسيح مخلص لحياتك ومش شاعر ان المسيح مالك على قلبك وفي حاجات كتيرة في حياتك المسيح مش بيملك فيها
قل له تعالى أنظر على حياتي الكامل، سيطر على كل حاجة في حياتي. أنا بدي لك قلبي وروحي ونفسي وولادي وبيتي وشغلي وحياتي عشان أعرف أحتفل احتفال عائلي. خلنا نغمض عينينا لحظات.